علاش يا ناس كيفي كيفكم؟ انا انسان عندي قلب عندي احساس، شوفوا الدنيا كيفاش تخلص. دي دنيا كلها وقتها والعنا طبع حياه، كاين لي ذاق لحلو في حياته، كاين لي تمنى الممات. دي دنيا كلها وقتها والعنا طبع حياه، كاين لي ذاق لحلو في حياته، كاين لي تمنى الممات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوعنا اليوم هو استغلال الموظفين في غير ما كلفوا به. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وفي هذا العقد لابد أن تكون فيه تفاصيل العمل. إذا كان هذا الإنسان يعني وظيفته مدرس فليكن كذلك، أما أن يستغله صاحب العمل، يستغل طيبته، يستغل ضعفه، يستغل قلة حيلته، يستغل فقره من أجل أن يكلفه أمور لم يتفق عليها، فهذا هو نوع من أنواع الظلم. أنصح كل صاحب عمل أن يتقي الله في عماله، فقد وردت نصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصانا بما ملكت أيماننا، ما ملكت اليمين هم العبيد في ذلك الوقت. وإذا جاء خاصة إذا جاء شهر رمضان قال: خففوا عنهم الأعباء، خففوا عنهم الأعمال، وإذا كلفتموهم فأعينوهم. إذا كلفت الموظف تاعك بأمر زائد على العمل تاعه، أعينه على ذلك وكافئه على ذلك وأعطيه يعني فوق مرتبه ما يستحق. كما عودناكم مشاهدينا الكرام، ديما نجيب لكم ضيفكم اللي هي البطله الافريقيه اللي تاهلت غير كيما الالعاب الاولمبيه، رميسه ابو علي. نقول لك مرحبا بك. ما يسلمك. مرحبا ويعطيك الصحه انك لبيتي الدعوه. بلا مزيه، عندي غير شويه اسئله. اللي يشوفك هكذا يقول خاطيها كاع الملاكمه، ما تبوكسي ما والو، ما بوكسوز ما والو. كيفاش يشوفوني فوق الحلبه ويستناونا في طوكيو؟ اليوم راح تعيشي معنا تجربه تاع انسان قراكم من قرايته، ولا وحده قراتكم من قرايتها، هي تحوس على خدمه. خدمتي ديجا من قبل ولا لا؟ صح، زعما واش من حاجه في راسك زعما تخدميها من القدام؟ شنو هي؟ انا اذا خدمت نخدم في الدومين تاعي اللي هو مستشاره في الرياضه. خلاص، اليوم تقعد لك سيفينير هذه تاع اول مره تحطي السي في تاعك باش تخدمي في اجونس دو فواياج. نخليك تقومي بالمهمه تاعك ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. اسلمى مبروك على الخدمه تاعها. مشاهدينا وين ما كنتم، مرحبا بكم في عدد جديد من التجربه الاجتماعيه ماشي نورمال. تفضلي اختي. موضوعنا لحلقة اليوم الاستغلال الوظيفي. شراك لاباس؟ خير الحمد لله. تعيشي مرحبا بك. مروه. نعم. بون، عندنا مدام جات. السلام عليكم. سلام مدام. بيان لك رايا؟ ماشي مدام. ضيفتنا لنهار اليوم هي رميسة بوعلام. ليسونسيال. وين راهي نصيرة؟ والله ما على بالك. والله ما على بالك. كيفاش ما على بالك؟ شنو الصباح راك هنايا؟ واش بيك؟ اوكي نيت. بصح واش فيك مطر واش هكذايا يونس؟ كل يوم هكذايا. ليسونسيال روح جيب لي واش عندنا تاع مر رمضان وقبل رمضان، وروح توري لها الماما. طاقم شروق راهو عامل مشهد تمثيلي لضيفتنا. خلاص يخلصوا الخدمه على ربي. طب طب راح ادخل. نفعنا ولا؟ بصح يونس والله العظيم غيرك محيرني. واش بيك؟ جامي خدمت. راح معليش فاهم هذوك. دوك نمشي. نوختي عندنا لي زوخ تاع العمرة. 2020 رمضان.
اسمحي لي صحتك. عباك ما شغل 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 وحقة بزاف خرجة فين سنينة عارف دوك جات صحتك ليك حسب لي كليون تانا جيت عن فانا بعد شغل عيث مان فريمون شغل خارجة فينا ماشي كي زعما بابا ملا ملا مسك سمح واش قالت لي قالت لي سيق والله العظيم عباك دوك انا نقعد نخدم جونغ شغل نتحقق الخدم بزاف بزاف بون عندنا تونس في الصيف عندنا الترك عندنا بزاف لي لو كان ما كاش نفهمك نديك تشوفي منا هادي المعلمة بتزيرية هي تحلل تا باباها حمزة ما لبعيش وش ندي أنا حمزة سبورتيف ايه ما لبعيش وهذا ما كان سينو فالا سي بون وش فهمتها على العمره على يا ربي يونس بصح واش دخل العمره علاه حبيتي نفهمهم يا ماما صح فهمها على واش كاين تاع واسمو تاع واش عندنا في الصيف فهمتهم مدام فهمتهم على الصيف فهمتهم يونس حبيت نسقسيك حاجة دقيقة معليش دقيقة اختي راني نهضر مع الخدام ديالي معليش ما تفحش عليا شوفي بلا ماني نهضر مع الخدام ديالي معليش انت راكي ضيفة مدام اي جوستومون ضيفة خدمي بلا معليش انا تعرفيش معناتها ضيفة معليش هضرت معاك هو راجل ما تقعديش تهضري معاك قدامي بيناتكم الله يسامحك بصح هضرت انت راكي ضيفة هضرت معاك فهمني ما تهضريش معايا ما نهضرش معاك اكيد ضيفة عندي اختي ومن بعد نخرج خلاص مانيش نقول لك تخرجي لي اني نهضر مع الخدام تاعي انت معنا بالك واش كاين خلاص انت واش دخلك عليك تهضر معاها راكي طفحين ما بس كنتي ما كيش عايشه معاهم وكان لك عايشه معاهم تعرفي يوغا ديري اليوم دير يوغا سي وي نخر ماينا نخرج هنا ولا غير ماينا اني نهضر معاك تسكت معليش تسكت واش بيك تكليفية يونس اسكت راني ساكت عطيتلك مهمة تفهمني انا فهمتها يا مدام فهمتها معليش دقيقة خلاص مدام معليش دقيقة ما تدخليش روحك راني نهضر مع الخدام ديالي معليش اني نخدم مع الخدام ديالي هذه عفسه كاع ما تقلقش فهمتي اش راك والله العظيم شوفي لو كان راك جيت دقيقة وجيت نروح اون بلوس مفهمني بصح انتي ما على بالكش انا مصباح راني نضرب معاهم واش وقتها جيتي هذا وين جيتي انتي ما كنتيش مقبل ما على بالكش صاري هادو ما ام يجوا يخدموا يخلصوا ماشي يخدموا يخلصوا بلا ما يخدموا لا خلصوا ما يونس اني نهضر معاها يونس نوض وتروح هادي راح تخدم في بلاستيك تساعدك نوكل عليك ربي ما كاينش ما لو كنت تخدمي تخدميش في البلاستيك وهكا ديري لها وهكا تدي روحك وروح ما عندك حتى هضره معاها وش دي راح تروحي تسيقي وتروحي تخملي وتروحي تنقي لها مانيش عارف وش تنقي لها نقي روحك يا اخي الحانوت تاعكم ما عندك بابا نتوما اللي تنقوا نتوما الخدامين خلاص بكري هذه نتوما الخدامين هيا مشي دوكا سي بون دوكا تروح تخدمي معنا انا منيتي انا ولا غير نورمال مانيش حابه نخدم ما كاينش انتريسي حنا وليتي نعم حنا نقراو في المدرسه العليا تشوفوا دو ديكونسي ما هي بارك ولا وتقدروا على ما تقدروش تخدموا خدمه واحده اخرى اوكي معليش ليسونسيال واش واحد يقدر يخدم كيفاش والله العادي مش قلتي لي ما شكيتيش واحده وخدم اختي والله العظيم عباك قادرتك احترمتك تشرفت بك لي جيتيني اني نشوفك راكي تهضري هضره ماشي في بلاصتها ومانيش راح نقبلها صح دوكا منيتي دوكا عباك حندور عليك ماشي عليه دور اقسم بالله باسكو كي تهضري معايا بواحد لافاصو ما عجبتنيش عجبتك بزاف شنو هذه تاع كل شكون يخدم معاك يونس اخرج بسم الله ما تخدم عليه
ما تخدميش عندها برك. نودي روحي تديها ما عندي ما ندير بها ما نودي معليش هاكي الحمد لله انا نخدم نودي ما تقعديش معاها برد باش نروحوا كاع تعيش اخرج انا نهضر مع الماما هاكي كوليهم اعطيهم لها اعطيهم لها تشريهم توالق باش تنقي حانوتها راح واني نلم في حوايجي واني هاي ومن بعد هذيك الهضره معاك انا لا فهميني في هذه تاع وشنو هذه شكون يخدم معاك انا ما تعشر وي والله انت تتعشري تعرفيني لا انت تعرفيني باش تهضري عليا هكذا انا شفتك ولا واش نعرفك وانا عارفك شويه بصح ما تزيديش تهضري هي هكذايا معايا بهذه الهضره انا نقولها لك هذه الاولى وهذه الاخرى ماشي كي راكي عندي وسكت وحبيت ما حبيتش نكثر معاك الهضره راني شتك شغل ديباسيتي الحد ديالك انا قلت لك ديري اليوغا نعم ديري اليوغا ما تخلعينيش ديري البوكس ديري ما على باليش واش عم بالك زعما كي ديري سبور زعما عم بالك راكي جيتي شغلك كي تهضري بواحد لافاصه ملي قعدتي جا سيد نتا على بالك واش كاين بيناتنا ما على بالكش واش كاين الوغ كي تدخلي بحاجه ما تهضريش على الانسان الدوزيام اللي راهو باسكو نتوما توجو لا 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 باسكو شوفي نقولك حاجه لا عجبك لا عجبك ما ديرينيش اش قعدي هضري معايا ما ديرينيش اش حطي يدك حطي يدك ما تهضريش معايا هكذا حطي يدك واش راح تضربيني ما نضربكش ما تزيديش حطي يدك ما تهضريش معايا حطي يدك حطي يدك بالك قولي والله خلاص 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 تدخلي للسبيطار اي مشي اه قعدي اقعدي اقعدي ما تهضري بالك بلاكي واش ديري بلاكي ها روحي دخل عليك عامله لياتك خلاص هاك ما تقدر عامله لياتك اخرج تضربيني خلاص روحي تضربيني روحي ضيفتنا اليوم رفضت وما تقبلتش هذا التصرف وبينت لنا انها ما تحبش الظلم لا على نفسها ولا على غيرها والله العظيم التجربات الاجتماعية اللي تصرى معنا هي اللي تثبت لنا حقيقة مواقف البشر وهذا الشيء اللي شفناه اليوم من خلال ردة فعل ضيفتنا والآن نروح نشوفوا الشيء اللي جات على جالو ضيفتنا المدابية شوف نروح عمراء عبك أنا مازال ما رحتش عمراء واللي راح عمراء نقول لكم صحتكم وربي يجعلها عمراء مقبولة ومغفور وإن شاء الله تحسن الأوضاع في العمراء إن شاء الله صبر وما يصبر خير احكي لي على لي جان تاعنا مساكن ولا لي جان في تاعنا اللي يحطوا لي سي في تاعهم في الشركه تاعهم ابيبري اكبر حاجه تقدر تصرى لهم شنو هي يكون عنده رئيس تاعو يضغط عليه ولا يدير له يحملو واش فوق طاقته خلاص انت واش دخلك عليك تهضر معاها واش دخلك انا اللي نهضر معاها انت اللي تخدم هنا ولا انايا اسك صرات لك عفسه هكا شتي عفسه كيما هذه احكي لنا واش شفتي يعني شفت باللي كاين ناس ما يعذروش ناس وما يعني احنا ربي الحيوان وقال لنا نرأفوا به فما بالك الانسان يعني شفت كاين ناس ما يقدروش يتعاملوا مع ناس راني نهضر معك تسكت معليش تسكت واش بيك تاكلي فيا يونس اسكت راني ساكت ما عجبنيش الحال انا من هذا المنبر لونسي ان ميساج نقول لخوتي ولا اصحاب الشركات واللي ربي فتح عليهم عندهم رزق كبير كي تخدموا واحد خدموه بيان وعاملوه بيان عاملوه بالتي هي احسن سافو با دو كنت مسؤول في شركه ولا عندك شركه معناتها تضغط على الناس وما تقدرش الخدام وتضغط عليه وتمرر العيشه تاعو وحاجه واحده اخرى اللي حاب نقولها ما بالانسان كي يروح يخدم بقلبه الانسان كي يؤدي عمل يؤديه منه من قلبه ولا واش قال رميسا واش تقولي للمشاهدين تاعك سيتو العائلة الجزائرية عبك العمراء كاع يحبوها انا نقول لهم ان شاء الله نبراو ان شاء الله يبعدوا علينا هذا المرض تاع الكورونا وتقدروا كامل تروحوا للعمره ونقول للناس ما يحملوش الناس فوق طاقتهم في العمل في الاسره في الدراسه في كلش ونشكر الشعب الجزائري ونقول لهم استناونا في اولمبياد طوكيو نص نهائي ولا نهائي في العاب اولمبيه اللي مال النهائي اي دايره حاله حاله بخوتي ربي يحفظكم يعطيكم الصحه صحه فطوركم وصحه رمضانكم موعد ان شاء الله غدوه مع ضيف واحد اخر ضيفكم انتوما وان شاء الله راح يكون في تجربه راح تليق بكم واش نقول لكم حاجه واحده اخرى
كلهم صحة. صحة رمضانكم وصحة فطوركم. صحة فطوركم، تقال خير.